شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار كضيف شرف في افتتاح مؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف الذي يقام حتى 23 من مارس الجاري في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد في كلمتها الافتتاحية أن دور الثقافة يتعدى الحدود ويصنع لقاء الحضارات والثقافات، مضيفة أن الثقافة هي فعل المقاومة الأول في مواجهة التطرف والإرهاب. قالت معاليها إن مدينة المنامة تمثل اليوم مثالا للتعايش بين الأديان، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسهم في مشروع إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأشارت معاليها إلى أن هيئة الثقافة تروج للقيم التنويرية للإسلام عبر فعاليات فريدة تتخلل سنة المحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية. من جانبه رحب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية بمعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة، وأشاد بجهود معاليها الرامية للحفاظ على التراث الثقافي البحريني والعربي وتعزيز مكانة الثقافة محليا وإقليميا. يهدف مؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف إلى إحياء روح الفن الإسلامية وتشكيل لجنة للفن الإسلامي في المجلس الدولي للمتاحف. الندوة مهمة، التطرف في مواجهة الفن الإسلامي في مواجهة التطرف، كلنا نعاني في بلدان العربية ونستمع إلى نشرات الأخبار ما تتعرض له المواقع والمتاحف، ونحن هنا في مصر قبل عامين تعرض المتحف الإسلامي لحملة للتدمير. كل هذا لا يسر، وهذه الندوة توصياتها لابد أن تفعل، لابد أن يكون على أرض الواقع قوانين تسن. كلنا نعلم أن أهم ما تملك بلدان العربية هي ثرواتها الثقافية، مواقعها، آثارها، ذاكرتها. لابد من المحافظة على الذاكرة الوطنية للمدن وللشعوب. وتحية لمكتبة الإسكندرية وللدكتور مصطفى الفقي على اختيار هذا الموضوع الهام بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف لمحاولة تمرير المعلومات الهامة بهذا الشأن. وأتمنى أن تكون التوصيات بحجم المسؤولية وأن تنفذ في كل موقع أو كل بلد عربي.